تعرف نفس عيدها نفس عيدها نفس عيد عيد اغنيتين موطني وسالينا ما سنجرد نفسي نفسي نفس عيدها خليك مظبوط بموت عيدها بموت عيدها والله العظيم لا والاغنيه بتاعتي اسمه ايه غنيتها حلو لا اغنيه بتاعت عبد الوهاب غنيتها كويس حقت ايش لا كنت انا ونسيم وايهاب غنيت فيها كويس هي اغنيه دارت الايام اللي انا ما كنتش حابب يعني ما كنتش حابب غنيت فيها كويس بس ما كنت انت ما كنت مرتاح فيها مو اني مرتاح فيها بس ما كنت حابه ما كنت حابب انت بالعكس الكوبليه اللي انت بتغنيها بس عارف الفكره في ايه في اغاني تتقال حلو بس في اغاني اصلا بتبين يعني ام براء فيها غنى ممكن تكون نفس التوقيت بتاع اغاني كتير انا غنيتها كويس بس فيها غنى فيبين ان انت قلت فيها حاجه حلوه تحس ان يعني فاهم هو حاسس نفسه فيها انت فاهم قصدي هي ده الفرق بقى انك انت تقول اغنيه اغنيتين الاثنين تقولهم حلو بس في واحده تبين صوتك وفي واحده هتقولها حلو وخلاص بس هي في واحده لحنها وشغلها اللي جوه الاغنيه نفسه يبين صوتك هي كانت فظيعه انت عمال بتطلع وتنزل ولحن وقفلات وكمان فيها حركه مرتاح انت فيها كثير بجد يعني عن جد اول مره بغنيها يعني عمر ما عيتي ما غنيتها ولا حتى حافظها يعني مثلا مش مثلا ايه حافظها بعد ادندنها بيني وبين نفسي اول مره ابدا ان انا اقولها كده اغنيها هنا كنت الاول بس سامعاني واول ما جيت لي اقسم بالله اسال رافائيل والله والله العظيم يا علي اول ما خدنا الاغنيه سمعتها مره محسن الجسمي قعدت انا بيني وبين نفسي سمعتها مره بس ولا انا الماينس ما سمعتوش الا ساعه البروفو رغم ان هم ادوني في السي دي ما دخلتش الاوضه سمعته ما سمعتش اي حاجه خالص ولا كان في دماغي اصلا يعني فاهم لو خلاص انا سمعتها مره حفظتها خلاص هل لا تحرموني الماينس سمعته على الستيج سمعته انا خلاص انا يعني مثلا ثلاث كلمات اهي خلاص انا خدت ثلاث كلمات اهي خلاص بس سمعتها مره انا عارف الاغنيه دي شويه كلام مش حافظه فيها احفظه خلاص ما بحبش انا التكرار الكتير ده بحس بيقلقني يوم ما عملت كده عملته ومش فاكر كان في اغنيه ايه في البرايم لما كنت بقعد اعيدها كتير واقعد اسمعها في الايبود كتير طلعت كنت غلط في الكلام والله لا لما بتحس ان انت عايزه في حاجه قلقانه منها وتراجعيها كتير تراجعيها كتير نفسك هتغلط نفسك دايما دماغك فيها وسواس انك عمال تعيد الكلام تعيد الكلام حاسس نفسك هتغلط ده كان كان في اغنيه محمد عبد الوهاب كنت حافظها كويس جدا مره واحده ما اعرفش يوم موضوع حنان لما حنان نسيت على المسرح ونزلت قعدت تعيط حسيت بتوتر ورا بقى وناس وبتاع وجت عيا كانت عم تعمل حاجات غريبه وتيجي وتعمل حاجات غريبه كده اكبر اكثر فحسيت بتوتر فظيع اكثر ابراهيم يعني ابراهيم اللي كنت زعلان منه ماني في المود يمكن انه بيطلع موطني كنت عشان ما كنتش كنت خايف من الاغنيه كنت خايف من الاغنيه عشان مش لونك ولا شبهك ولا اي حاجه خالص فمش عارف اقولها ولا لا اللايف فاهم يعني اكثر شيء كان مخوفني كثير انه على البيانو انا يعني كان نفسي اخذ بروفا 3-4-5 مرات بروفا انا بعدها خلاص اوكي بمشي بس انا كم اخذناها هنا بروفا مرتين اخذناها بروفا بس وبعدين طلعنا تعرف وانا واقف في النص خلص يعني نسيم ابغى طالع في كيك اقول لك بس الشباب وايش بعد الشباب بعد الشباب نسيت الكلمات نسيت بعدين لما قلت الشباب ولن ياكل انبسطت ان جت معي انا كنت هموت واطلع اغني يعني عارف اللي هو مستني بقى امتى هنطلع احنا نغني طلعت فوق موضوع الاضاءه فجاه لقيت نفسي بنسى الكلام وانا بغني فاهم وانا ما عنديش حته ان انا مثلا انسى فاعمل انت لو سمعت على فكره انت ما سمعتها صح ما سمعتها في مع هادي ولا بين ولا فارق أيوة شيء ايوه حطيت كلام تاني ملوش علاقه بس حطيته ماشي مع الكلام بنفس القفله يعني ده جمال دلال بس نسيت على الجمال والكلام ايوه لما سويت كده انا جيت اقول ايه وطني الجمال وال انا مش عارف بقى اقول الجلال ومفروض اقول الجمال مش عارف الجمال مش لاقي يعني مش في دماغي مش حاضره فقمت اعمل الجلال اللي هو عارفه جيت لي في ثانيه والجمال والثناء مش عارف اقول ايه بقى تاني والثناء والدلال في ربا هعمل ايه طيب هسكت اقول مثلا بس حلوه بس لازم تعدي بس قفلتني بقت الاغنيه بقى عارف قفلتني بقى بالرغم ان انا قلت بقى الباقي خلاص صح يعني انا كنت في دخولي بس هي مشكلتك انك ما تبقى مركز في حاجه قصه اضاءه قصه مش عارف ايه الكلام ده
فنفسي نفسي عيد ارجع عيد موطني وعيد سالينا. جميله موطني. والاغنيه بتاعت مشيت خلاص برضو والله قلت كويس. يمكن عرفت فيها كتير فعلا. اللي زعلني انا عرفت فيها كتير، كان هيبقى طبلو لو كنت قلته زي ما انا كنت ناوي اقوله قبل ما اطلع. انا كنت ناوي قبل ما اطلع اقوله بطريقه معينه، طلعت فوق نسيت الحياه كلها وتحمست وعملت وعشت اللحظه قوي. طبلو انت سويته واو، يعني تعبير وجهك كان حسيت، يعني تعرف انا حسيتك ايش؟ هو ده اللي وداني في دخلني في الحيط، ان انا اتحمست وحسيت الاغنيه زي على اللزوم، لقيت في كيس في عرق وكنت على الناس تستمتع. لا تعرف في لحظه ممكن انت تمشي مع الموسيقى وتنسى وتطلع بعربه، فاهم يعني؟ أيوة. تضيع النوت تطلع ده اللي كان بيحصل فعلا. برغم ان انا كنت قايلها اقولها كده فاهم، واعرف اماكن معينه بس تقول لي مين بقى. مروان صوته وصل في عرب. مروان اعطيه ينشد. لا اصل يعني هم بيقولوا على العرب، بس انا مثلا ايه ما دام ارتاحت روحي لي وعرفت طعم الدنيا بيه، مش هقولها غير كده. هم بيبقوا شايفين دي عربه بعد، بس هو ده صوته فاهم. هو مروان نفسه اصلا مش هقول بعد ما ارتاحت روحي بي وعرفت طعم الدنيا فيه. هم يبغوا كده، وبالنسبه لي انا لا اسمع كده كده ازاي يا عم؟ انا بجي انا احبه كده. اغني انت يا عم، انا احبه كده ازاي يا عم انت؟ انا احبه كده اصل اغني. امال اغني ايه طيب؟ ما انا كده ما بعرفش، بس هو ده في صوته بيعمل ايه طيب؟ يعني انا بغني كده حنيه، يعني حنيه العربه حاجه ودي حاجه، هم بقى مسمين دي كمان عربه. فانا طول الاغنيه هي الاغنيه ماشيه نفس ده، فطول الاغنيه انا ما بعملش الا كده، فهم شايفين. انت بس باقي تغير تبعد الحزن اللي في وجهك. لا الاغنيه اللي فاتت الاغنيه انا اقول لك اشتغلت على نفسك كثير. الاغنيه اللي فاتت انا قلت يومين طالع التروس رافائيل، هي عربه واحده في الاخر اللي هقولها غير كده مش هقول. اللي ما قلت له وانت قولها كده فعلا طلعت ماتش لاخر عربه بس لا هو عشان اتحمس، لكن انا خلاص قلت والله ما هي العربه الا في الحته دي. لو ما طلعت ابوان فيها اللي انت شايفه